أنا فتاة في العشرين من عمري ملتزمة والحمد لله، وفي العام الماضي أدينا فريضة الحج مع الأهل متمتعة، وقد أديت المناسك كاملة والحمد لله، ولكنني حينما قصصت من شعري أخذت هذه الشعيرات معي إلى أن عدت لمنطقتي، وقد قلت لأخواتي اللاتي معي أيضا يجب أن تحتفظنا ببقايا الشعر إلى أن نعود لمنازلنا، هل علينا إثم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل هي تقصد الاحتفاظ الشعر الذي قصته؟ فإن كان المقصود ذلك فلا أصل لهذا العمل، ولا يحتفظ بالشعر المقصوص من أجل النسك، وإنما يكون كغيره من الشعر المنفصل تلقيه في أي مكان ولا تحتفظ به. نعم.